انا انسان كيفك تحت بزاف ديال المعاصي، حتى ضيقت عليا نفسي وكرهت كل شيء في الدنيا. جاني واحد الصوت نوض لوطو نوض لوطو وتبعني كيما راح نقول لك. روح نيشان زيد كمل طلع زيد طلع طور على ديمن، راني نقول لك طور على ديمن، كمل نيشان زيد قاري هنا حبس هنا. حتى قريت إن لله وإنا إليه راجعون، كنت طاغي في الدنيا. انزل بلع السيارة. لقيت روحي مباشرة في المقبرة نسمع أصوات يا جمال راني حاف نرشح للدنيا غير باش نصلي، يا جمال راني حاف نرشح للدنيا باش نصوم وزكي، يا جمال راني حاف نرشح للدنيا ونقوم الليل، يا جمال راني حاف نرشح للدنيا ونطلب السماح من الأشخاص اللي ظلمتهم، يا جمال راني حاف نرشح للدنيا ونتواضع لله كنت متكبر. خرجت نجري وأنا في حالة هستيرية. خوتي لازم نروح نصلي ونشكر ربي، رانا في نعمة كبيرة. حاجة لي قنديرها دروك روح ديريكت نصلي للدار. رحت مباشرة توضيت وكنت في حالة هالة، كتبت السجادة نتاعي حطيتها وقمت الصلاة. حسيت بواحد الراحة نفسية كبيرة كنت مقصر فيها مع الله سبحانه وتعالى. بقيت نصلي وندعي ربي سبحانه ونترجاه للنعمة اللي راه عطيها لي، لاني عاد في الحياة ونقدر نزيد نتوب. تب إلى الله قبل فوات الأوان.